نوفمبر 18 بيبر 1 فاريانت 1. والسؤال ال 17 يا جماعه، السؤال هنا عن ايه يا ربي؟ عن الثيرمال اكسبانشن. بيقول لي a wooden wheel can be strengthened by putting a tight circle of iron around. بصوا يا جماعه، هم زمان كانوا بيصنعوا العجل ده بتاع العربيات بتاعتهم من خشب، بس عشان يقووه كانوا بيحطوه في اطار حديد، يعني دي حته حديد لف حواليها كده. Which action would make it easier to fit the circle around the wood؟ ما احنا عايزين يا جماعه، احنا عايزين نصنع حته الحديده يعني بيرفكت 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 على قد بيرفكت على قد ليه؟ على قد العجله، ما هو ما تبقاش اكبر فتلق وما تبقاش اصغر فما تخشش خالص، بس انت هتواجهك مشكله. ادي يا جماعه حته الحديد وادي الخشب، لو انت هتصنع دي قد دي بالظبط، ما انت برضو هتيجي تحطهم على بعض مش هيخشوا، مش هيفت مع بعض. طب اعمل ايه؟ مش هتفت، مش هتخش. طب يا سيدي افصلهم، اعمل ايه؟ قال لك هات حته الحديده دي وسخنها، ارفع درجه حرارتها، سخنها 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 سخنها، فهتعمل اكسبانشن، هتكبر يا جماعه، هتكبر، هيحصل اكسبانشن. وهي سخنه مولعه كده، هوب يلا. اه شايف شايف بقت كبيره ازاي؟ شايف بقت كبيره ازاي؟ شايف بقت كبيره ازاي؟ اه كده تخش عادي، تمام. وسيبها تبرد، لما تسيبها تبرد يا جماعه هترجع تكونتراكت، تبقى قد العجله بالظبط، تبقى قد العجله بالظبط. اذا which action would make it easier to fit the circle over the wood؟ اسخن السيركل يا راجل، انت لو سخنت السيركل هتصغر، ما ينفعش. هيتنج ذا ايرون سيركل، وجهه نظري اه. طب تعالى هيتنج ذا وود ويل اند كولينج ذا ايرون سيركل، يعني اسخن الوود عشان تكبر، عشان تكسباند. هيتنج ذا وودنج ويل بات نوت هيتنج، لا يا جماعه، هو الحل الافضل ما تعملش حاجه خالص في الوود، سخن الحديده هتوسع، تحطها على العجله تركب زي الفل، وسيبها تبرد، هيبقوا وكأنهم جسم واحد. سؤال جميل جدا يا جماعة عن الثيرمال اكسبانشن.